قناه الاهلي. يمكن بنعود من جديد للمسابقه المحليه. الاهلي بيعود للبحث عن النجم الرابع بعد فتره من الغياب نتيجه المشاركه في دوري ابطال افريقيا والبحث ايضا على اللقب القاري التاسع. فبالتالي البحث عن النجم الرابع بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المسابقه لم يخوض الا مباراه وحيده، مباراه في بدايه المسابقه كانت امام طلائع الجيش، وبالتالي الجهاز الفني بيستعد للمباريات القادمه ما بين التفكير في مباراه النجم الساحلي وتجهيز اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، وايضا فرصه لحصد 6 نقاط في المباراتين، مباراه الاتحاد ثم مباراه الرجاء. الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي كابتن حسام البدري يمكن خلال الفتره السابقه كان بيعمل على محورين، المحور الاول هو تجهيز افضل العناصر لهذه المباراه، والمحور الثاني كيف يخرج اللاعبين الدوليين من نشوه الفرح والفوز والتاهل لكاس العالم في الفتره الاخيره بعد اجتياز الكونغو في برج العرب، ومن ثم تجهيز اللاعبين الدوليين للمرحله القادمه وخلق دوافع جديده، خاصه ان مباريات الدوري وبالتاكيد هناك دوافع جديده وهناك مسابقه مختلفه عن مباريات المنتخب او المباريات الافريقيه، وبالتالي الاهلي بيعمل في اكثر من اتجاه. تلك كانت فكره الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري والعمل مع اللاعبين في الفتره الحاليه. جزئيه اخرى يمكن هناك عدد من الغيابات، عبد الله السعيد طبعا نتيجه الاصابه، احمد فتحي طبعا، علي معلول، يمكن راحت احمد فتحي وعلي معلول كان فكره من الجهاز الفني خوفا عليهم من الاجهاد، وفرصه للجهاز الفني ان هو يدفع بالعناصر الموجوده زي محمد هاني ان شاء الله سيكون في الجبهه اليمنى، احتماليه تواجد جونيور اجاي، وليد ازارو، احتماليه تواجد صالح جمعه من بدايه المباراه، هي كلها افكار وراء للجهاز الفني بيسعى للوصول الى افضل حاله خلال التوقيت الحالي. لكن في التوقيت الحالي يا محمد وانا بتكلم معاك، احنا قلنا في المكان اللي هينزل من خلاله اللاعبين من الغرف الخاصه بهم داخل فندق الاقامه والوصول الى قاعه المحاضرات، وهي المحاضره الاخيره اللي هيعقدها الجهاز الفني قبل التحرك لاستاد السلام ومباراه الاهلي والاتحاد السكندري. بالطبع الجهاز الفني كمان اشتغل على نقطه مهمه جدا مع اللاعبين في المحاضره خلال الامس واول امس، وهو ان فريق الاتحاد من الفرق التي تلعب كره هجوميه ومباريات هجوميه، احرز 9 اهداف لكن من نقط ضعفه ايضا ان منيا مرماه ب9 اهداف، فبالتالي الاستعداد ده كان استعداد فني، استعداد نظري، استعداد نفسي، وطار يعني اطر كثيره جدا الجهاز الفني بقياده كابتن حسام بدري تحدث فيها مع اللاعبين في هذه المباراه. اليك الكلمه محمد. شكرا زميلنا محمد سعيد.